في أجواء إيمانية وروحانية تختتم سهرة اليوم فعاليات الطبعة الثانية من مسابقة مزامير داود لصغار حفظة القرآن الكريم، والتي شارك فيها 45 طفلا من جميع ولايات الوطن، سنهم يقل عن 15 سنة ويحفظون القرآن الكريم كاملا. حيث شهدنا وعلى مدار شهرين متتابعين تنافسا قويا بين براعم الجزائر الذين أبدعوا في إتقان حفظ وترتيل كلام الله عز وجل، أبهروا فيها لجنة التحكيم، وتفاعل معهم الجزائريون الذين تداولوا صورهم ومشاركتهم عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي. في الأسبوع الماضي رشحت لجنة التحكيم 4 براعم للتنافس في الدور النهائي، وهم يوسف بن جودي من ولاية المسيلة، ياسمين ولد الدالي ابنة المدية، أحمد داودي من البليدة، وعبد الودود سحنون ابن ولاية وهران. فرقة أجيال الصاعدة من ولاية قسنطينة ستكون حاضرة في هذا البرايم النهائي لتتحف مسامع المشاهدين بأجمل الأناشيد في مدح خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم. فمن سيتوج سهرة اليوم من براعم القرآن ليحوز لقب مزامير داود الطبعة الثانية؟ فحظاً موفقاً لأبناء الجزائر.